طيب عشان كذا فجأة جانا الأجواء صارت حارة وفي لخبطة في الأجواء. صحيح. وأكيد الأيام هذه كلنا راح نستعد، كلنا قاعدين نستعد للعيد، ومن أهم الاستعدادات البشرة. صحيح. وسواء أنت زي يعني قلتي شيء مهم إنه للبنات وحتى الرجال صار يهتمون كثير في بشرتهم. ضروري جدا. فعشان نتكلم في هذا الموضوع وناخذ تفاصيله أكثر تنضم لنا في الاستوديو. معنا في الاستوديو منورتنا أكيد أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل دكتورة إيمان صديق. مساء الخير دكتورة إيمان. يعني اسمحي لي أقول لك مساء الفل والورد. أنا مبسوطة إن أنا مع أجمل اتنين في الدنيا منى وجومانة. ميرسي على الاستضافة الحلوة دي. نورتينا وشرفتينا. كل سنة وأنتم طيبين. خليني أسألك أول سؤال، سفرتك قلت ولا لسه؟ لا ما شاء الله. الله يجعل عامر يا رب. حبيبتي تنوروني والله. يعني ودنا يعني زي ما قلنا في الأول إنه عفوا الكل قاعد يستعد للعيد، ويمكن الحين شغل الشاغل البشرة وكيف إنه تكون بشرتنا جدا جميلة يعني في الجمعات، ولازم بنات خالتي يشوفوني جميلة. ف يعني خلينا نتكلم شيء بشكل عام، أهم الاستعدادات البشرة اللي المفروض نبتدي فيها من اليوم. يعني اليوم يعني باقي على العيد كده تقريبا أسبوع. تمام. احنا طبعا بالنسبه لاجراءات الاستعدادات للعيد تحديدا في رمضان، لانه يمكن من اكتر الاوقات البنات بتركز كتير جدا على الجمال والعنايه بالبشره، لان في كتير مناسبات في العيد، افراح، جمعات. ففي انا بشوف البنات الذكيه اللي بتبدا قبل رمضان، يعني بشوف ان هم فعلا دول اللي بياخدوا افضل نتائج. مش معنى كده ان اللي بيتاخر ما بياخدش، بس اكيد اللي بيبدا في البدايه من فتره من قبل رمضان او اول رمضان النتائج بتكون اقوى، النتائج بتكون افضل. بنشيك عليه لو محتاج اي ريتاتش او اي شيء بسيط سواء بشره او حقن تجميلي. احنا عندنا الاجراءات بنقسمها لاشياء سريعه يعني تديك نتيجه بسرعه، واشياء تانية لا بتبقى محتاجه وقت طويل قوي. يعني لما نيجي نقسم الاشياء اللي هي المفروض نبدا فيها بدري، حاجه اسمها مثلا كولاجين باي ستيميليتورز، دي عباره عن اجراءات معينه بتعمل على تحفيز الكولاجين في البشره، فبالتالي بتساعد على الشد، على النضاره، على معالجه المسام، كل الكلام ده. بس دي بتبقى محتاجه مثلا بدايه رمضان او اخر شعبان، عشان لها وقت عشان تبان النتيجه على اول اسبوع في يعني في العيد ان شاء الله. لكن في الاجراءات اللي هي اللي احنا كلنا متعارف عليها، الفيلر، البوتوكس، ابر النضاره، دي اقدر اقول لك من اول 15 رمضان واحنا يعني بدا فيها العنف بشكل كبير. المرحله بقى الاسبوع اللي باقي ده انا بقول للناس يعني خلاص ما بقاش في وقت حرفيا، يعني اللي ناويه تعمل اي اجراء الفتره دي اليومين اللي باقيين لنهايه الاسبوع بكتير قوي. لان يا جماعه ليه احنا عندنا تصور ان الجلد ده ما بيتعبش، ما بيحصلوش مثلا مضاعفات من الاجراءات؟ انت علشان تاخدي نتيجه لازم يكون قدامك مجال من الايام في الاساس. يعني انا استغربت كتير قوي، بيقولي بنات مثلا قبل المناسبه بتاعتهم بعيد عن موضوع العيد، قبل المناسبه بيومين، وحتى بالعيد قبل العيد بيومين. لا انا ليله العيد حضرتك، عشان كده انا السنه دي اصريت ان انا ما اشتغلش ليله العيد. ليه بقى؟ مش عايزه اشتغل ليله العيد، لان تيجي ليله العيد اللي هو خلاص صلاه العيد بقى عليها كام ساعه، وجاي تعمل فيلر، وجاي تعمل اجراءات تانية، اجراءات بشره، وتطلب منك الشيء السحري. لو سمحتي دكتوره مش عايزه كدمات ولا تورمات. طبعا ده مستحيل. طب تساليها ليه انت اتاخرتي؟ تقول لك يعني مش الاغلب طبعا، بس في ناس بتقول لك عشان النتيجه تكون فريش. لا الموضوع غلط تماما. الجلد ده بياخد وقته، في ناس بتستجيب في اسبوعين، في ناس تستجيب في اسبوع، في ناس تستجيب في 3 ايام. كل واحده ليها الجلد بتاعها وليها طبيعتها. مش حاجه اسمها ان انا ازنق نفسي لاخر لحظه، ده غلط. جميل. يعني فعلا كثير من البنات يخافون انها تروح، يعني لو سويت بوتكس مثلا حيروح قبل المناسب اسبوعين بيروح بعد اسبوعين. لا والله مش هيروح، هو مش للدرجه دي يعني. بس هي بتبقى مثبته بقى ان انا اخد يعني اقوى نتيجه ليه في الفتره دي. لا انا دايما بقول اي اجراء قبل المناسبات، قبل الاعياد بثلاث اسابيع شهر، ده انا بشوفه الرائع بصراحة. وبعدين دكتوره يعني في كثير نوعيات زي ما تفضلتي وقلتي انها مختلفه من بشره الاخرى، واحيانا تكون ردات الفعل ايضا مختلفه. بالضبط. اي ف بالزبط. طيب بخصوص هذا الموضوع دكتوره، وطبعا نعرف الان الجو يعني كان برد وبعدين صار صيف، هل ممكن انه احنا نستخدم اي اجراء تجميلي، ولا مثلا زي الان اسمع كثير يقولون تقشير البشره لا ما ينفع في فصل الصيف، هل بالفعل في اضرار من بعض الاجراءات؟
أنا فوجت نظري إن إحنا نقدر نعمل كل الإجراءات على مدار السنة، بس يبقى لينا كده جلسة مطولة مع الطبيب اللي هيعمل لنا الإجراء. جميل. نعرف إيه المضاعفات، نعرف إيه اللي نبعد عنه، نعرف إيه الأشياء اللي مفروض نلتزم بيها. لو إحنا عرفنا النقط دي، أي إجراء هنعمله أي كان هو إيه هيمر بسلام. وكمان أبقى محددة ظروف الاجتماعية، يعني بمعنى إيه مثلا حضرتك قلتي التأشير، ما عملش تأشير وأبقى ناوية أعمل تاني بعد أسبوعين، لا أيوة. كده أنا لخبطت الدنيا خالص. فهي الفكرة الإجراء المناسب في التوقيت المناسب بالالتزام بناخد أفضل النتائج أي كان التوقيت. طيب دكتورة، مثلا لو يجيك مثلا أحد يحتاج الإجراء معين وهو بالفعل ما يناسبه ولكن يحتاجه، هل ممكن أنك أنت تقدمين وتعملين على هذا الإجراء؟ هكلمك عن نفسي، لا. وحاليا الفترة دي طبعا بما أن شوية في ضغط في عيادات التجميل، طبعا الجوكر بتاع العيد هو فيلر الشفايف دايما. بنات كتير مش محتاجة وجاية تعمل. أيوة. وكتير جدا فعلا، كتير جدا تكون لسه مثلا عاملة من شهر شهرين وجاية تعمل، تقولك مجرد بس للعيد عايزة حاجة. لا، ما ينفعش. هو الموضوع مش كده، هو الموضوع اكيد لو زاد على حد وبيتقلب ضده تماما وليه مشاكله يعني. فانا في حاجات كتير لما بشوف ان هي مش مناسبه، كل بيشنت بتطلع من عندي هي وجه اعلامي ليا. صحيح. فما ينفعش يبقى في اي شيء مش مناسب ليها او هيطلع اوفر او مش متماشي معي. طيب من وجهه نظرك، اسمحي لي بس هجمانه، لان قالت نقطه جدا مهمه دكتوره ايمان، انه في كثير بعض البنات ما يحتاجون مثلا لاجراءات الفيلر ولكن انها تبغى تسوي عشان بس مجرد انه عيد. طيب هل هذا عدم وعي؟ هل مثلا عدم وعي بالأضرار؟ يعني من وجهة نظرك دكتورة؟ عدوى تجميلية. الله، حلو المصطلح. الله يبعدنا عنه. أنا قاعدة مع صاحبتي، صاحبتي عملت، صاحبتي قالت لا عيد لازم تعملي. أيوة. بنت خالتي، بنت عمتي، أو حتى أبغى شيء تغيير في العيد يعني. شيء فهي بتبقى ثقافة يعني، ممكن تلاقي جروب كامل جاي في ناس محتاجة وناس مش محتاجة، بس هي شافت صاحبتها عملت فهي بتبقى. أنا بشوف إن فيها جزء كبير نفسيا وعدوى تجميلية بشكل كبير يعني. يا سلام. تفضل يا جمال. إحنا مبسوطين كثير بالكلام أكيد معاك، ولكن استأذنك دكتور، استأذن منى وجميع مستمعينا، فاصل جدا بسيط ومن بعدها رجعين مكملين أكيد كلامنا عن استعداداتنا في العيد أو للعيد في البشرة. ومنورتنا في الاستوديو أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل دكتورة إيمان صديق. فاصل ومن بعدها رجعين. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدين إذاعة ام بي سي اف ام، ما زلنا معاكم في عز النهار، واكيد حديثنا وكلامنا عن جمالنا وجمال بشرتنا واستعداداتنا للعيد، واكيد من اهم الاستعدادات الاعتناء بالبشرة. عشان كذا نورتنا في الاستوديو اخصائية الامراض الجلدية والتجميل دكتورة ايمان صديق. مساء الخير من جديد دكتورة. يعني خلينا نتكلم شوي عن الصيام. أكيد الصيام أثر في البشرة ونظارة البشرة. طيب أنت قلت شيء مهم قبل الفاصل، إنه نبتدي من البداية يعني من أسبوعين ثلاث أسابيع. طيب اللي ما لحقت الحين قاعد تسمعنا، إيش ممكن الإجراءات أو أهم الإجراءات اللي تسويها عشان توصل يعني للعيد بكل جمال؟ تمام. هو في حاجات خلاص وقتها راح بالنسبة لنا، ما بقاش في وقت ليها، زي الأشياء اللي هي قبل شوية فيها نسبة تقشير عالية، سواء ليزر أو ماسكات تقشير أو كده. لكن يتبقى لنا في الأسبوع ده الأشياء الحلوة اللطيفة اللي تحسن من طبيعة الجلد، الأشياء اللي تحتوي على هيلورونيك أسيد، تحتوي على حاجة اسمها بوليلاكتيك أسيد، الأشياء اللي بتدعم الجلد، بتدعم الكولاجين كتحفيز. أكيد لسه باقي وقت شوية لإجراءات الحقن التجميلي الأخرى زي الفيلر أو البوتوكس، يعني نقول قدامنا الآخر الأسبوع كويس قوي. في دلوقتي بعض البرودكتس أو المنتجات هي إبر تغذية إنها بتروي البشرة. الصيام أكيد ليه تأثير شوية من حيث الجفاف. وأغلب البنات عندي الفترة دي في العيادة جايين بيعانوا من جفاف شديد قوي، تحديدًا جفاف الشفايف بشكل كبير قوي. محدش بيشرب مية، محدش بيرطب، الوقت قصير قوي ما بين الإفطار والسحور، وينسون يشربوا المية بالحلويات والقهوة يعني والأكل. بالضبط. فبالتالي ده بينعكس إن البشرة بتبقى جاية العيادة عندنا ناشفة جدًا. فهنا بيبقى فيه بقى إبر ترطيب، إبر تغذية زي ما قلنا، تحفيز كولاجين، الحاجات دي حلوة كتير كتير قبل المناسبات. يعني انت لو قلتي لي مثلا اجراء واحد اعمله في الفتره اللي باقيه، هقول لك الابر اللي فيها هيلورونيك اسيد او فيها بوليلاكتيك اسيد تنعش البشره. ايوه، تخليها رويانه وحيويه كده بعد فتره شويه فيها ارهاق وجفاف وقله نوم. طبعا صح، ايه، قل نوم ولخبطه في النوم وممكن الضغط الشغل. صح. اللي يكون ضغط البيت، الدوامات. طيب دكتورة، أحياناً يعني كثير نشوف من حالات من النساء خاصة اللي ممكن مثلاً يمرون بمراحل مثلاً الحمل أو مثلاً مراحل ممكن مشاكل في الهرمونات،
وخاصة مراحل الحمل، كيف تقدر أن هي تهتم ببشرتها؟ ونعرف أن هذه المرحلة جدا حساسة وخطيرة، ومو أي إجراء ممكن أنه يتناسب معها في هذه المرحلة. طيب أنا دايما بقول طبعا أي سيدة متزوجة، يعني أي واحدة عندها مشاكل قبل الحمل خالص تبدأ تعالجها، تمام؟ وأنا دايما من مدرسة الوقاية، يعني من بدري أفضل شيء. ما سيبش نفسي المرحلة، مثلا أنا عندي مثلا أشهر مشكلة بتبقى في الحمل إيه؟ الكلف. صحيح. طيب أنا لو عندي كلف من البداية وعندي كلف وراسي في العيلة كلها، ليه أسيبه لمرحلة الحمل؟ ما أنا هنا الأمور تعقدت وبقى أصعب أنه يتعالج. فدايما بقول من قبل الحمل لو عندي مشاكل حبوب، مسام، تساقط شعر، الأشياء دي كلها بتزيد بنسبة معينة فترة الحمل. في ناس العكس على فكرة، بس أنا بتكلم على اللي هيحصل معاهم مشاكل، تمام؟ فمن البداية أخد المشاكل دي يعني بجدية وعالجها. أبسط الأشياء بكريمات بسيطة في البيت، أنا مش بقول جلسات ولا زيارات عند الطبيب، بس كريمات تحت إشراف طبي، تمام؟ لأن مجرد ما الحمل بيحصل بإذن الرحمن ما بيبقاش في أي حاجة قدامنا إن احنا نعملها. أيوة. خالص. حتى نهائي. الكريمات الموضعية، كريمات بسيطة قوي قوي تحتوي على مرطبات أمينة جدا، تمام؟ لكن فكرة أي نوع من الجلسات أنا في وجهة نظري الشخصية وده اللي أنا بعمله في عيادتي ممنوعة تماما. ومش عشان لا قدر الله المشاكل للبيبي أو ليها، لا، علشان بيبقى في معدل حساسية في الحمل بيحصل عادي. أيوة. افترضنا أنت بتعملي بلازما طول الوقت، البلازما آمنة، بس جيتي في الوقت ده جسمك عنده استعداد للحساسية، هتحسسي بشكل رهيب، وملهاش أي داعي، مش هتستفيدي. أيوة. لأن فعلا دكتورة في هذه المرحلة بالتحديد أنه يكون في تغيرات هرمونية هي أصلا ما هي موجودة في الأساس، بالزبط. ولكن بالزبط. تحدث مع مرحلة بالضبط، بتبقي كلك من فوق لتحت تحت تأثير الهرمونات فعلا. فبالتالي لو عندنا مشاكل من البداية، والله مشاكل حصلت، بنصبر بإذن الله بعد 9 شهور ونبدأ نعالج. طيب هل ممكن الخلطات الطبيعية آمنة لها في هذه المرحلة؟ طبعا جمانة عارفة رأيك في الموضوع. نطلعنا حلقة كاملة. أنا ما أعرف، لا أنا لا أؤمن أبدا بالخلطات الطبيعية أيا كانت هي إيه. أيوة. لأني دايما كلمتي الشهيرة، طب هي الكريمات أثرت في المصانع العالمية، أثرت في المعامل والمختبرات، ما هو لو الموضوع أن أنا أحط كذا على كذا من المرة والزبادي وليمون وخل وليمون. طب ما يجيب لك حساسية أصلا، كل ده كل ده يعني هو أكله أحسن، إيه رأيك؟ صح. يعني أستفيد بيه وأكله أحسن وأخد فيتامينز بيه أحسن. البشرة دي غلبانة قوي، مسكينة قوي، وتتبهدل معنا قوي. لا إحنا بنقول خلي الحاجة المطبخ للأكل، وحاجة والكريمات والأشياء دي لنا إحنا بقى، إحنا نكتب ونعمل. يعني حتى أساسا الكريمات بيكون مفعولها أقوى وأأمن. وأأمن. يا سلام. طبعا. خلينا نتكلم شوي عن الناس اللي بتسهر السهر. عايزة أقول لك حاجة. أنا أسفة بمناسبة موضوع الكريمات ده، طبعا دلوقتي الفترة دي بمناسبة نتكلم في العشر أواخر في رمضان أو قريبين على العيد، أكتر حاجة بتبقى السوشيال ميديا ترند. ايه الترند في الكريمات؟ ايه الكريم السحري اللي هيخليكي يوم العيد ما حصلش؟ الخلطه اللي هتخليكي، ارجوكم بلاش الحاجات دي عشان بنشوف مشاكلها بعد العيد على طول، بترجعوا لنا بالحبوب، بالتصبغات، بالتهابات، بحروق. فرجاءا بلاش، انا عارفه ان ده موسم التسويق بتاعها، بلاش. يعني انا بنصحكم بلاش. صح، انا شفت يعني كريمات عشان تقضي على احب الشباب، والسعر كريمات جدا تخلي بشرتك على قولتها تلق. ايوه بلينج بلينج. دي فتره المعروفه بالنسبه لنا في العيادات، بنسمع حاجات غريبه ويورونا صور غريبه. لا ما الكلام ده مفهوم، تمام. يا سلام. فعلا. طيب دكتوره ودي اروح معك الموضوع اخر شوي، وهو الآن يعني ما أدري صراحة، بس صار ترند فعلا بما أنك أنت طريت الترند، اللي هي الحبوب اللي تصفي البشرة وتفتح لون البشرة. صايرة بشكل مخيف، يعني لدرجة أنه أنا في واحدة من المقربات لي طلبتها، قاعدة أقنعها لا تستخدمينها. طيب أول حاجة الأشياء دي هنسيب شوية الجلد، إيه؟ هنتكلم على مدارها على الجسم نفسه. يعني في أشياء ممكن تعمل مشاكل في الكبد وتوصل بعد الشر الفشل الكلوي أو فشل في وظائف الكبد. هو دايما أنا بقول يعني سبحان الله، إحنا لو ربنا عايزنا فاتحين هيخلقنا فاتحين واحد، تمام؟ ممكن نمر بمشاكل، تصبغات، أشياء مثلا تعرضنا للحرارة نبدأ نشتغل عليها، بس إن أنا مبقى مش راضي عن لوني مهما عملتي، مهما عملتي عمرك ما هتوصلي لدرجة التفتيح القوية جدا،
وأنا بقول لك إلا باستثناء بعض الإبر، ودي طبعا ضرة تماما ومحرمة حتى دينيا. دي بتتاخد في الدول طبعا اللي ما فيهاش أي كفر قانوني، دي بتقلب اللون تمام، يعني بيبقى زي الناس اللي عندهم بيجي لهم بهاء أو كده تمام. وطبعا دي كارثية لأنها مسرطنة للخلايا تمام. فأنا طبعا معاكي جدا في موضوع أو تيجي المراجعة عندي في العيادة أو ما نقعد نتكلم، طب أنا عايزة أخد حبوب التفتيح اطلبها من بره اجيبها مش عارف شفتها على الموقع الفلاني. اولا لو يعني لو انت خالص مضطره قوي والموضوع عامل لك ازمه، يبقى لازم تحت اشراف طبي، لازم يبقى في تحاليل كويسه قوي معموله قبلها، كل شهر بتعملي فولو بتحاليل. الموضوع مش عشوائي يا جماعه، الموضوع ده بيتاثر بيه الكبد والكلى على المدى البعيد، انت ممكن ما تحسيش بيه دلوقتي، تحسي بيه بعد كام سنه وتنسي انك خدتي الحبوب اساسا. فعلا يا سلام. اي قولي طيب دكتورة، دقيقة. طيب دكتورة ودي أتكلم معك، نروح الحين عطينا حقهم شوي للكبار، ودي كذا نروح شوي لموضوع المراهقين. أيوة. المراهقين أنا أشوفهم مكسورين خاطري، يعانون معاناة مع تغيير الهرمونات. يعني البشرة عندهم يعني تكون تكاد يعني من دمرة فعليا. فنشوف دائما المراهقين ينطون على انفسهم، عندهم خجل يطلعون، عندهم خجل يحضرون اول يوم العيد. تبدا ممكن مثلا البنت عشان تحب الشباب او يحب الشباب، يجيك عاد الولد يستحي يكون عاد دايم حاط كذا الشماغ. فودنا كذا نشوف حل بسيط. انا اقول لك في مشهد متكرر في العياده يوميا عندي، ام بتدخل ببنتها وراها بالضبط. المشهد بيبقى كده، البنت مش بتتكلم، تقعد ما بتتكلمش خالص، محرجه جدا. الام بقى تمسكها، اصلا هي بتاكل بره يا دكتوره، اصلا هي بتحط ميك اب يا دكتوره، اصلا هي دكتوره راحت جابت. يا ستي بالراحه على بنتك شويه. ارجع انا بقى انسف لها كل اللي هي قالته ده، اقول لها شوفي هي في مرحله بناء هرمونات للجسم. أيوة. ففي استعداد عندها. واسالها حضرتك كان عندك حب شباب زمان؟ في الاغلب 90% تقول لي كان عندي. ففي كمان وراثه. فارجوكم يعني البنات المراهقات بلاش نضغط عليهم زياده، هم في مجتمع او في يعني دلوقتي في مرحله غير زمان. دلوقتي في اكل من بره كتير، في سوشيال ميديا، بتحط ميك اب عشان صاحبتها، او بتكون هي نفسها راضيه بس الاسترس اللي الام بتعمله بيفجر المشكله اكتر. أيوة. بكتير. صح. اكيد حب الشباب مشكله كبيره، وانا بقول لك اكتر من 60% من البنات بيعانوا منه لاسباب تكيسات هرمونات، لاسباب وراثيه، لاسباب طبيعه اكل. بس ارجع واقول كله في الآخر under control من العيادة نفسها ومن الأسرة. فعلا. نطلع لفاصل قصير جدا، أكيد أستأذنكم مستمعينا ومنورتنا في الاستوديو أخصائية التجميل دكتورة إيمان صديق. فاصل من بعدها رجعين، لا تروحون بعيد. ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدين إذاعة MBC FM، ما زلنا معاكم في عز النهار، وأيضا نورتنا في الأستوديو أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة إيمان صديق. ودي كذا نتكلم شوي عن التقشير. يمكن الحين كثير قاعدة أشوف بنات كثير طايحين في التقشير وأنواع التقشير، ممكن يكون التقشير أصلا بدل ما يفيدها قاعد يضرها أكثر، فهي ما يعرف إيش النوع المناسب لها. فخلينا نتكلم شوية عن هذا الموضوع. طبعا أول رمضان كانت أكتر حاجة في العيادة بتطلب مننا أنا جاي أعمل جلسة تقشير. طبعا إجراء التقشير بشكل عام إجراء جميل جدا، تحديدا لو البشرة مناسبة لي، من الإجراءات الرائعة، وأنا شخصيا ريكومندد لي جدا، وعندي مراجعات لهم سنوات بيجوا في نفس التوقيت كل سنة يعملوا. تمام. إجراء بيجدد خلايا البشرة، بيحفز الكولاجين، بيساعد على معالجة التصبغات السطحية، ونحط تحت السطحية دي 100 خط لأن في نوع من التصبغات وده ردا على سؤالك يا جمانة، في نوع من التصبغات العميقة كتر التقشير عليها يقلبها يجيب نتيجة عكسية. فهو ليه ليمت معين، ليه توقيت معين. مفيش حاجة اسمها ان انا اقشر بشرتي 6 شهور لان انا بأثر على حاجز الجلد طبعا. سكين بارير ده نعمة من عند ربنا مديهولنا. في ناس فاكره ان التقشير يعني يعني باستمراريه طويله انا هاخد بشره ما حصلتش، لا انت هتقلبي البشره فيها ورديه، هتقلبي البشره فيها تصبغات اكتر، حساسه من اقل ضوء بتتعرضي له. تقشير رائع لو التزمنا بيه في الفتره الاولى بتاعته اللي هو الشهر. انا بتكلم تحديدا عن تقشير معين اسمه البارد. التقشير البارد يعني ده من افضل بالنسبه لي انا شخصيا. من افضل الانواع، في منه شركات كتير جدا وفي منه انواع كتير جدا. في حاجات فيه فوق رائعة بصراحة، إجراء مميز ورائع، بس لازم يكون مش من نفسك، تحت إشراف طبي. ولأنه ما أقدر أسوي تقشير في البيت،
لا من نفسك لا لا. وبنشوف على فكره بنشوف بنات بتعوكي كتير قوي وبيجيبوا كريمات غريبه معاه وبتتحري وبتيجي تخيلي ولا اقطع كلامك بس انه فعلا والله العظيم على شوف عيني واحده شاريه مقشر يمكن ما تعدى 15 ريال. صح حرفيا هذا اسيد. انا قلت لها هذا اسيد. هذا يحرق الجلد. لا يحرق يحرق لدرجه انت لما تفتحينه عيونك تدمع. ايوه بالظبط. بنشوف حاجات كتير زي كده وبنشوف بنات بتروح تجيب من الصيدليه. انا هقول لك كمان حتى من الصيدليه الانواع الغاليه بس هي روحي بتبقى مش عارفه تستعمله ازاي فبالتالي بتلخبط فبيجيب نتائج عكسيه. تقشير اجراء حساس قوي وصعب قوي ولازم تحت اشراف طبيب. اقول الاجراء في العياده سهل قوي لكن ما بعد الاجراء اصعب بكتير من اي اجراء تاني. يعني كل كم ممكن اسوي تقشير؟ يعني مره في السنه كفايه قوي. مره في السنه قوي قوي. والله انا اعرف لك ناس. لا انا اعرف لك ناس حضرتك كل 12 شهر كاملين بس بيكون مشاكل كتير قوي. احنا زي ما قلنا يا جماعه كل شيء بالقدر المعقول والمقبول. انا عندي طبقات جلد معينه بشتغل عليها في التقشير يستفيد خلاص ما اقعدش بقى ابوظ في جلدي. وعارفه انت يا جمان اصلا الجلد ده عامل زي ايه؟ طبقات طبقات كده زي مش عارفه يعني اديكي مثل نقول ايه بما اننا في رمضان البسبوسه والكل طبقات عارفه لو اختل فيهم حاجه صح الدنيا كلها هتبوظ تمام. ففي حاجز الجلد ده شيء نعمه من عند ربنا نحافظ عليه. كتر التقشير ان انا هفتحها بزياده ان انا لا ده كلام خاطئ. يعني قبل فتره لو تتذكري دكتوره طلع فجاه كذا الكلام عن الكولاجين وصار معروف ان الكولاجين جدا مهم في البشره اي فالحين صار في حبوب الكولاجين يعني صار وباودرز هل هذه ممكن تكون مفيده؟ مش قوي للامانه يعني انا احقيني كمحفزات كاستيميليتورز افضل كتير وتستفيدي كتير ولان الكولاجين سواء كان في صوره اقراص او في صوره امبولات بعض الناس عندها القدره شويه انها تطلع منه حبوب تمام او بعض الناس عندها استعداد وزنها يزيد فما بيزيدش وزن الكولاجين. طب يا بنات يزيد وزن الكولاجين؟ ناس معينه تقعد تقول لك انا غريبه يا دكتوره يعني انا ما باكلش كتير بس حاسه وزني زاد او كده. تقعد تسالي انت بتاخدي ايه؟ في بعض الفيتامينز تزود ومن ضمنها الاشياء الخاصه بالكولاجين والاستفاده منه بسيطه قوي صراحه يعني نسبه قليله قوي. طيب دكتورة وش رأيك كذا نروح خلينا نقول للنساء أو الرجال اللي هم فوق عمر 50 سنة فطبعا نعرف إحنا هذه التغيرات الهرمونية خاصة اللي تمر فيها أي امرأة بعد سن 50 من وجهة نظرك وشك مو شرط للعيد يعني كعناية محافظة محافظة فعلا طبعا شوفي كل مرحلة عمرية زي ما اتكلمنا كتير قبل كده ليها الإجراءات اللي ستوب عندها خلاص يعني 20 ليه إجراء معين ما نزودش بعده 30 ل 40. من نهاية الأربعينات بداية الخمسينات مرحلة شوية حساسة عند السيدات بشكل كبير وأنا بكلمك من وحي شغلي يعني حساسة نفسيا جدا لأن فعلا بتحصل تغيرات كبيرة جدا الكولاجين بيتسارع جدا في الفقد سماكة الجلد بتبدأ تقل من عمر 30 لا 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 صدقيني 30 لو في ستريس ال 50 شوية تمام لكن فعليا يعني في سيدات ما شاء الله الله أكبر محافظات بشكل رهيب وبتبدأ من بدري وبتعرف إن هي أنا أكتر كلمة بحبها دكتورة ربنا يديني العمر عايزة بعد 10 سنين أشوف وشي مكبرش قوي مش عايزة أتفاجئ بخطوط كتير في وشي فطبعا الإجراءات الأشياء اللي هي مثلا عندك التقنيات الشد الوجه اللاجراحي الأجهزة الليزر للشد من الحاجات الحلوه قوي قوي الناس ما بتملش ليها قوي لان الناس بتحب النتائج الفوريه لا هي دي بقى اللي بتديك النتائج على المدى البعيد في العمر الاكبر الاشياء اللي فيها زي الحاجات اللي فيها كالسيوم الحاجات اللي فيها بوليلاكتيك اسيد الاشياء اللي بتحفز الكولاجين وهي دي دلوقتي ثوره التجميل عندنا يعني الفيلر مش هقول تراجع بس ما بقاش الصف الاول بشكل واضح الاشياء دي بقت هي الصف الاول لان بقت الناس عايزه تحافظ عايزه مش عايزه تدفع فلوس عندها وعي انها تصبر المدى بعيد وتشوف النتائج ودي الحمد لله ثقافه انا بقيت بشوفها تقولي انا مش مهم عندي الاسبوع الجاي نتيجه ولا الشهر انا عايزه بعد 6 شهور او سنه اوصل لكذا فعندك دلوقتي اجراءات محفزات الكولاجين محفزات النمو اجهزه الشد لايك الالثيرا الاشياء دي كلها من العوامل المهمه جدا اللي بتحافظ على عمرنا مش هقول لك طبعا بتصغرنا 10 سنين ولا الكلام ده بس بتقلل كتير وبتدي الوش رونق حلو بدل ما يطلعوا 20 خط يطلعوا 6 احنا راضيين تمام التراهل بدل ما يبقى 70% يبقى 30 صح. زي الفل
تمام. يا فعلا. سلام قاعدين نشوف أصلاً قاعدة أشوف ما أدري إذا وصلت لك فيديوهات اللي هي الترندات اللي تجي واحدة كلها تجاعيد فجأة وفجأة اليد السحرية 30-40 سنة صارت شباب. شوفي أنا شفت ناس كتير عاملة سيرجيكال فيس ليفت تمام وعاملة حاجات كتير قوي قوي على في عيادات برا المملكة وعيادات جو. لا هو ما فيش حاجة اسمها كده, مش حاجة اسمها الربعين سنة دي ما فيش. هو في الأغلب بيبقى إما في لعب في التصوير, في لعب في الإيديت, والغريب إنهم نفس الملابس. يعني عارف في حاجة يعني حتى ما مرش وقت في حاجة, ودي للأسف للأسف بتدي نوع من عدم الرضا الأشياء دي لفئة معينة التفكير عندها معين, انه ليه انا مثلا لما عملت الاجراء يا ده سلام. ما خدتش اللي شفته نفس النتيجه. لا انت اللي شفتيه ده مش حقيقه, مش انت اللي انت فيه دلوقتي ده الواقع. صح. انا دايما بصراحه اقول لك على حاجه فيه في العياده, انا من الناس اللي بتوقعات هي بتيجي بتوقعات كده انا بخليها لها في الارض ماشي فهمتيني. عشان يعني انا مش من الناس اللي بسرح, مش من الناس اللي اقول لك انت لو عملتي كذا يا نهار ابيض ده هتلاقيه 100% راح. حتى في ناس تقولي دكتورة انت ليه كده, اقول لهم يا جماعة نتكلم بالمنطق والعقل والطب, بلاش الخزعبلات دي. ما فيش حاجة اسمها ان انا لو عملت ابرة فيلر انا تشديت 90%. ما فيش حاجة اسمها جلسة بوتوكس واحدة كافية مدى العمر. ما فيش حاجة اسمها جلسة معالجة بشرة كافية تمام ان انا اديكي 70% نتيجة. فخلينا واقعيين, ده سر نجاح التجميل. جميل. يا سلام. بالحين كمان في من الإجراءات اللي قاعدين نشوفها منتشرة كثير شد الوجه. كتير قوي قوي. ممكن في بعض الناس ما تبغى تسوي الجراحة شد الوجه. فهل في ممكن أشياء تخلي الوجه ينشد؟ الفكرة ليه زاد قوي الموضوع ده للأسلوب الحياة اللي بقينا فيه. إبر التنحيف اللي زادت جدا جدا جدا. فتيجي بنوتة في العشرين. الوش نازل تمام, ساد فيس, حفرة تحت العين, الأصداغ فضيت, الناس اللي بتلعب رياضة بشكل عنيف, الناس اللي بتستمر على أنظمة دايت قوية جدا ممكن ما تكونش ملائمة, الناس بتعمل تكميم. فالفترة الأخيرة دي بقينا نشوف فعلا في سن بدري قوي. صح. أول سؤال أول ما تيجي بنت أنا عايزة أشد وشي. وفعلا بتبقى محتاجة قوة. يعني مش كل الناس بتميل للجراحات. صح. فبنشتغل بالإجراءات اللي عندنا في العيادة وتاخد فترة طويلة. بنقول لها بتاخدي وقتك. الشد مش أمر بسيط. الشد ده بيبقى أحيانا بيبقى فيه ليه بروتوكول 6 شهور. يعني بتبقى معايا هي في العيادة 6 شهور, بنعمل 6 إجراءات على مدار الـ6 شهور عشان نوصل فعلا للشيء مرضي. يا سلام. جميل, جميل جدا. نطلع لفاصل. جدا بسيط ومن بعدها رجعين. ولكل أسئلتكم استفساراتكم على 011-5111-2030. ولا ننسى أكيد يعني مسابقة فوكوك اللي تصل علينا يسمعنا صوته راح يدخل أكيد معانا في السحب بقسيمة فطور أو سحور مقدمة من فندق فوكو. فاصل من بعدها رجعين. يا هلا وسهلا فيكم من جديد, وهلا اللي منورينا في الاستوديو أكيد أخصائية التجميل والأمراض الجلدية دكتورة إيمان صديق. ولكل أسئلتكم واستفساراتكم على الاتصال 011-5111-2030. يعني في كثير من الأشخاص دكتورة بتكون مثلا شافت الإجراء على أحد الممثلات أو أحد المشاهير أو حتى على صديقاتها سواء فيلر أو بوتكس أو غيره, وحب أنها تسوي هذا الشيء لكن أبدا ما يناسب وجهها لأنه أكيد الوجه يختلف عن الثاني. فهي يعني تبغى ضروري أنها تبغى, فكيف ممكن أنه تتعاملين مع هذا الشيء؟ دي طبعا من الحاجات اللي بنشوفها كتير كتير جدا, ان هي بتبقى مثلا جايه مقرره هي الاجراء اللي هي عايزاه ولمجرد ان هي شافته على حد من قرايبها او اصدقائها, في حين ان هو الاجراء مش مناسب ليها رقم واحد وهي مش محتاجاه رقم اتنين. تمام. ودايما بقول للبنات مع اذنكم ادوا الدكتور بتاعكم المايك, يعني سيبوا نفسكم كده لما تدخلوا قولوا له احنا محتاجين ايه دكتور. تمام. هو هيكون الدكتورة هتكون أدرى, هتكون شايفة وشك على مسؤوليتها بقى إجراء. تمام. ودي نقطة مهمة قوي. صح. إن أنا دلوقتي ليا نظرة معينة لما بتدخل عندي, سي مثلا تعالي نضرب مثلا واحدة مثلا عايزة ترفع الوجنات قوي, هم اوريدي مرفعين عندها بس عندها الأصداغ داخلة قوي, تخيلي معايا إن ده يزيد قوي عرض اللي هو منطقة الخد وده داخل قوي فوق, هيزيد الشكل هيبقى إيه؟ صح. هيبقى غريب جدا وهيبقى غير متناسق. صح. لمجرد إن واحدة عاملة أو شافت مشهورة أو شافت واحدة قريبتها. ف
فترتيب الإجراءات بما أننا داخلين على عيد ترتيب الإجراءات مهم جدا لجمالك. أحيانا في بنات بتعمل إجراءات بتبقى روحي عاملة كتير وصرفة بس مبشحة عرفتي إيه؟ لا وفي بنات طماعين كل ما قلت إنه شكلك جميل تبغى تروح تسوي أشياء. أنا عايز أقولك في واحدة مرة قلت لها إيه والله أنا ما مسهش تقول لي إيه بتقول بقولها أنت زي القمر أنت مش محتاجة أي حاجة ما عجبهاش الكلام زعلت دكتورة أنت مش عايز تشتغلين ليه وخناق بقى قلت لها يا حبيبتي أنا لما أشتغلك أشتغلك حاجة أو أقترح عليك حاجة أنت فعلا محتاجاها مش إن أنت الموضوع مش بالعافية يا جماعة الموضوع مش إنه لازم أحط إبر أنا زي ما قلت لك في واحدة مرة والله كان برضو من ضمن أنا بجيب لك من حكايات العيادة عندي كانت عاملة إجراء معين كانت معبية كتير في منطقة الخد فالوش هنا داخل قوي في منطقة الفك نحف غير طبيعي فبقولها أنت خاسة فبتقولي بالعكس ده أنا عاملة فيلر هنا بقى ايه شوفي عدم التناسق ان هي عملت منطقه وسابت منطقه تانية فادت للي قدامها ايحاء ان وشها نازل اكتر ومرهق اكتر ونحيف فترتيب الاجراءات هل انا محتاجه ولا لا ولو انا محتاجه ابدا بايه الاول والنقطه دي مهمه قوي يا جمانه قوي قوي ابدا بايه خطه مع الدكتور بتاعي والله التجميل من اجمل الاشياء ومن ارقاها وانا دايما بقول الرقي فيه اهم منه هو شخصه ذاته كنتيجه الرقي بتاع التجميل ده هو اللي بيدينا الشكل المريح للعين يا سلام وبعدين يعني يمكن قلت نقطة جدا مهمة انه الحين اكثر الاشخاص صار عندها وعي انه التجميل مش تغيير هو يوضح الجمالية يعني زمان افتكر انه زمان كانوا الناس يروحون ابغى اسوي زي الفنانة هذه الحين لا ابغى اسوي ايش الجميل فيني واطلعه يعني صار تغيير اكثر صار تجميل اكثر من انه تغيير بالضبط ونقول تحسين لطبيعة الجلد أيوه. تحسين المشاكل ما فيش الشيء المبالغ فيه بتاع زمان قوي ده حتى صار في إيه؟ وعي انه خلاص انا بسوي الشيء اللي يناسبني ويكون طبيعي اللي هو انا ايه أوه. فعلا طيب وش إيه؟ رايك كذا مع الدكتوره خلينا ناخذ اتصالات المسابقات يلا ناخذهم ان شاء الله الدكتوره عاد وجه خير ان شاء الله يفوزون يا هلا وسهلا مساء الخير الو الو يا صديقنا الو السلام وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله الله يبيك مساء عليكم يا استاذ يا هلا وسهلا فيك عرفنا باسمك يا صديقنا سلمان العنزي سلمان العنزي من أي منطقة يا سلمان؟ الرياض من الرياض اسمك دخل السحب معانا يا سلمان يلا إن شاء الله طيب. فالك الفوز طيب يمكن عندك سؤال الدكتور عندك سؤال للدكتورة يا سلمان؟ حاب تسأل الدكتورة؟ والله إذا الدكتورة مختصة بالتغذية فعندي سؤال لا تجميل ما تجهزت يا سلمان للعيد؟ لازم تسوي تنظيف بشره لازم ولازم لا ترى قدامك مشوار لحق على عمك والله شوفي التجميل زين والجمال زين انا مع الجمال في اي اتجاه ترى العنايه اهم شيء يا سلام بالعكس الاهتمام بالنفس يعني مره شيء مهم جدا طبعا يا سلام شكرا الجيل الجديد هذا ما شاء الله كله مزيون يعني كله جميل والله والله الجميل الجميل يشوف كل شيء جميل يا سلمان الله يسلمك شكرا لك على شكرا لك شكرا لك يا صديقنا يا هلا هلا يا هلا يا هلا طيب ناخذ اتصال ثاني قبل ما نرجع لدكتورتنا اسمحي لنا دكتوره يا هلا وسهلا مساء الخير الو يا هلا وسهلا حياك الله عليكم عليكم السلام ورحمه الله فيك. الله يسلمك عرفنا باسمك بيدخل السحب الله يسلمك طبعا طبعا اعطينا اسمك ان شاء الله تفوز سلطان من الرياض سلطان ايش سلطان سعد سلطان سعد ونعم والله يا سلطان اسمك دخل السحب وإن شاء الله فالك الفوز يا سلطان آمين الله يسعدكم الله شكرا الله لك يسعدك. طبعا بس خليني أنوه على أصدقائنا المستمعين أنه طبعا في قسيمتين دعوة لفائزين معنا اليوم مقدمة من فوكو الخبر طبعا هي قسيمة إفطار وأكيد تقدرون أنكم تستمتعون بالأجواء الرمضانية وأجواء الربيع بالجلسات الخارجية على المسبح في فندق فوكو الرياض أحد مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية في مطاعم نايا وهورايزون على مائدة الإفطار رمضان غير أكيد في ليالي فوكو الرمضانية للحجز تقدرون أنكم تتواصلون على رقم الحجز أو الفندق 011-457-9999 أو الحجز عن طريق الواتساب 054-326-6348 خلونا كده نطلع لفاصل جدا بسيط استأذنك دكتور استأذن مستمعينا وبعدها راجعين لسؤال مهم يمكن يجي على بال كثير من البنات
إذا أنا سويت فيلر أو بوتكس أو أي إجراء تجميلي، هل وجهي يرجع نفس ما كان ولا يرجع أسوأ، ولا لازم طول حياتي أقدر أسوي هذا الإجراء؟ فاصل، من بعدها رجعين نجاوب على هذا السؤال، وأكيد كل أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب أو الاتصال 011-511-2030. حياكم الله من جديد، لسه معاكم وأيضا منورتنا في الاستوديو أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل دكتورة إيمان صديق. والسؤال اللي قبل شوي قلته كثير يجي على بال البنات، ويمكن الكل يتساءل، طب هل أنا لو سويت أي إجراء تجميلي بشرتي راح ترجع نفس ما كانت، ويمكن ترجع أسوأ، ولا أبقى طول عمري أسوي نفس هذا الإجراء، ولا إيش السالفة؟ شوفي طبعا ده السؤال الذي قتل بحثا من ألف السنين تقريبا. دكتورة أنا خايفة أعمل كذا بعد ما يروح مفعوله الجلد يبقى أسوأ. لا يا جماعة، ولا إجراء من الإجراءات اللي بنعملها طالما معمولة مع إيد طبيب مختص وذو خبرة والمواد كويسة. وشوفي دي الشروط الأساسية على فكرة، مش الإجراء كنفسه كإجراء، لا بيبقى فيه شروط لنجاح الإجراء في حد ذاته. لو أنت كل الأركان دي موجودة عمر بشرتك لا هتتعب ولا هيحصل ترهل. كل إجراءاتنا بلا استثناء بتنحط تحت كلمة كبيرة قوي اسمها محافظات كولاجين بما فيها الفيلر، تمام؟ لكن بنسب طبعا، في حاجات أقوى في حاجات أقل. فعمر يعني مثلا واحدة قررت تعمل الفيلر مرة ومش عايز تعمل تاني، هل هي الموضوع هيبقى سيء بعد ما يروح الفيلر؟ لا، هو مش هيبقى سيء، يا هترجعي زي الاول يا هيبقى الشكل شوية محافظة على نفسه فترة طويلة قوي. يا سلام، حلو. والفيلر مش دايما تعبئة، مش لازم، مش دائما معلومة جديدة بالنسبة لي. عرفتها وتفاجأت يعني دلوقتي فيه. أحدث حاجة وهي دلوقتي أكتر حاجة مطلوبة في أغلب العيادات اللي هو شد الوجه المائي بالفيلر. هو الفيلر نفسه، بس بيبقى فيه تكنيك معين، بنشتغل بطريقة معينة بنقط معينة بكميات وكثافات معينة، بنسحب الوش بس لورا، تمام؟ يعني فكره الفوليوم الاوفر دي لناس معينين بقى، مش للكل يعني. الناس مثلا عندهم نحافه شديده او فاقدين وزن، لكن الخدود الاوفر، التكساس الاوفر، الكلام ده كله على فكره اساسا ما بقاش بيطلب يعني. صح. نادرا لما بقى بيطلب. والفيلر يعني او الفيلر والبوتكس انواع وشركات يعني، طبعا. مش نوع واحد يعني، في البنات خلاص البوتكس صناعه كبيره كذا والفيلر كذا، لا واحد. صناعه كبيره قوي قوي، ودايما بقول بصراحة بجد يعني بنشوف اختيار المواد، اختيار الأطباء بجد بيفرق كتير في النتائج بجد يعني. تمام، فأنا دايما بقول اعملي الإجراء وتطمني ان مفيش أي مشكلة هتحصل لك طالما كل أركان نجاح الإجراء بإذن الرحمن موجودة. يا سلام. طيب يعني دكتورة أكيد يجيكي حالات ممكن أنها البوتكس يكون في أخطاء أو الأخطاء الشائعة للبوتكس، إنه قاعدين نشوف مقاطع يمكن هذا تخوف البنات إنها يسوون بوتكس أو فيلر، مثلا ميلاين الشفايف، الجفن، جفن العين نازل، فيمكن شوفي هو طبعا أي مجال في الدنيا، أي مجال أي كان أكيد في أشياء ممكن تحصل، تمام؟ دايما بقول مش الفكرة في الشيء اللي ممكن يحصل، الفكرة ممكن لو حصل إيه أنت عالجي إزاي، ده الأهم. سلام. تمام. طيب موضوع البوتوكس يمكن هو من أكتر الأشياء شوية اللي عليه كلام كتير، لأن البوتوكس ده مادة يعني هو طبعا في الأساس مادة سامة، تمام؟ أساس البوتوكس ده هو سم، حاجة اسمها بوتولينيوم توكسين، تمام؟ فيعني المادة دي بترخي أو بتشل العضلة، تمام؟ طيب في طبعا مشاكل ممكن تحصل من الإجراء أثناء الإجراء، يعني ممكن يبقى مثلا توزيع الجرعة أو زادت في منطقة، أو يعني أو البيشنت مثلا جزء يرجع لها هي إن هي ملتزمتش بالتعليمات. وعايزة أقولك والله للأسف الأغلب إنه ما بيلتزمش، يعني أنا بكلم عليا وعلى ناس تانية، يعني مثلا تقولي لها 1 2 3 4 هي تعمل 1 وتسيب 2 3 4. التعليمات مهمة جدا بعد الإجراء، بعد مهمة يعني جدا. كنت بسألك أصلا الأمان مهمة جدا لأمان الإجراءات. في ناس لأ، أول ما تطلع من عندك كأن ما عملتش حاجة، لأ ما ينفعش، على الأقل أول كام ساعة، مش بقولك اقعدي شهر التزمي بالتعليمات، أول كام ساعة. وهي قناعات، في أطباء تقولك التزمي وفي أطباء تقولك لا ما عادي الأمور لطيفة وتقدري تعملي أي حاجة. أنا من الناس المهم جدا حتى المرضى يعرفين أو البنات والسيدات اللي عندي قبل ما ببدأ الإجراء بسمع لها كده أنا التعليمات. والتعليمات كويسة دكتورة إن هي تخلي الإجراء
أطول فترة ممكن. صح. مستمر. أطول، أأمن، تبعدي عن المشاكل اللي ممكن تحصل. ما هو أصلا يا جماعة إحنا بنشتغل في جلد، في عضلات، في أوعية دموية، قريبين من أعصاب، قريبين. فأنتي في حاجات لازم أنتي تلتزمي بيها، لأن أنا مش بعمل كيكة، أنا أنا بحقن. فلازم أنتي بعد الحقن ده تلتزمي، وتلتزمي جدا كمان. تمام. فالإجراء، التعليمات جزء لا ينفصل عن نجاح الإجراء. يا سلام. يعني خلينا نكمل ونقول ايش هو الروتين بعد الاجراءات. يعني خلاص انا سويت مثلا فيلر او بوتوكس ومشيت على التعليمات، كيف انه احافظ على رونق بشره لفتره طويله؟ يعني طبعا العنايه اليوميه مهمه جدا، وانا دايما كلمتي دي على طول بقول ما فيش حاجه اسمها فيلر وبوتوكس بس، وانا ما بستعملش واقي شمس، ما بستعملش مرطب، ما مثلا مش مدخله الريتينول في بشرتي لو انا ريتينول يعني مناسب ليا. الريتينول ده سحر للناس اللي يناسبهم. ما فيش حاجة اسمها مشربش مية، ما فيش حاجة اسمها ما بقاش أكلي إلى حد ما، مش هقول 100% صحي بس إلى حد ما. هي الجمال ده أصلا عناصر. حتى تلاقي أجمل السيدات في العالم تلاقيهم على فكرة ممكن ما تكونش بتصور أي إجراء هي بتعمله، بس بتصور لك الجانب بتاع الأكل وبتاع الرياضة. صح. في مشاهير كتير كده. تمام. وفعلا الرياضة، الأكل، الالتزام، عارفة التهدئة النفسية، كل الكلام ده بيفرق كتير علينا انعكاسا للجمال. يعني انت جوه مرتاحة بره، صعب انا عارفة الحياة صعبة والناس تقولك لسه معانا الدكتورة عايشة لا والله كل شيء كل شيء بالالتزام، كل شيء يعني ان لنفسك عليك حقة. تمام. ده في ديننا يعني حتى. فالاهتمام والعناية كل ده والإجراءات كل ده منظومة الجمال كاملة. يا سلام. يعني احنا كنا مع الجمال نفسه، احنا استمتعنا كثير وانبسطنا كثير. انا سعيده جدا ومبسوطه بيكم قوي قوي، ومن الاجمل اللقاءات ان انا اتشرفت بيكم انتوا الاثنين النهارده. كل سنه وانتم طيبين، وعيدكم سعيد، وانتم جميلات من غير اي حاجه ما شاء الله. انت طيبه يا رب. شكرا لك ولوقتك، واكيد حضورك دكتوره كانت معانا اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل دكتوره ايمان صديق.